أبي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربة، أبي أصخر بيوت القصيدة الحماسي، أتخرج وإنجازه فخر أهله الشجعان، هو جاب الشهادة بالتعب ما هي مشري. أبي محفل زايد اليوم، أبي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربة، أبي أصخر بيوت القصيد الحماسي، أتخرج وإنجازه فخر أهله الشجعان، هو جاب الشهادة بالتعب ما هي مشري. أبارك له التخريج بالقاف والألحان، تبارك لك يا محمد راع الطيب والفزعة الحية، رفيع المقام الشهم والنادرك حيلان، تليق المدايح في اسمه معالية، السلايل هل الوقفة تلاثور الدخان، من أبو خشيم كلهم شجاعة وفروسي، أقبل أهلها بالعز والمجد عالشة، تواريخها تشهد وللناس مروي، أو بختامها عسى فالك التوفيق يا طيب النية. أبي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربة، أبي أصخر بيوت القصيد الحماسي، أتخرج وإنجازه فخر أهله الشجعان، وجاب الشهادة بالتعب ما هي مشري. أبارك له التخريج بالقاف والألحان، تبارك لك يا زايد واضرب لك تحية، أخذت الشهادة وكل الأتعاب منسي، وخطيت لك يا زايد في الجامعة عنوان، هلك الحق تفخر يا سيدي للكبار، ولك تشهد أفعالك ويشهد لها البرهان، ولا هي غريبة عنك والرأس عالية، كفو يا اللي لك بالعز والمرج له نشان، وأفعالك تلمس ولا غيب مخفي. محمد راع الطيب والفزعة الحية، رفيع المقام الشهم والنادر كحيلان، تليق المدايح في اسمه معالية، السلايل هل الوقفة تلاثور الدخان، من أبو خشيم كلهم شجاعة وفروسي، أقبل أهلها بالعز والمجد عالشة، تواريخها تشهد وللناس مروي، أو بختامها